لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، خلق فسوى ثم قدر فهدى، ويسر لعباده الأبرار لليسرى. وأشهد أن محمدًا عبده المجتبى ورسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم التغابن. أما بعد، عباد الله، فهذه الحياة الدنيا التي كنا نعيش فيها والتي ما زلنا في قيد حياتها مليئة بالمحن والمتاعب والبلايا والشدائد والنكائب. إن صفت لشخص يوما ما كدرت عليه أياما، وإن أضحكت زيدا من الناس أبكت أياما كثيرا بصاحب عار. لا تدوم على حال، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ومن يعيش في الدنيا فلا بد أن يرى من العيش ما يسوء وما يتكدر. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا تغتر بهذا العيش إنسان. هي الدنيا كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. عباد الله، أنت على لسانك يا خطبة إذا إنك جهاد له كلمات دورة الدنيا ما تنجونا أن كنا الله والدنيا مشكلة بدن على مشاكل الدنيا صدح على بصور ريا الدنيا مشاكل كي يلا كوجور ريا وخوف عبسوي واحد ضن تكعبس عذر كعبس عذو كعبس فقر كعبس واحد ضن تكعبس مشكلة كوادا الدنيا دولا ده خوف عبسوي مشكلة اللبادة الدنيا دولا ده وعدم البقاء هنا تجوبي مشكلة اللبادة الدنيا دولا ده وحوي عدم البقاء سك سواء هاني هذه اللي نقول جوا جوجي سان ولي كت ميزان سيدة لا سان رالي ونقول الله ما جوجي نلاك مشكلة الله هذا اللي هذا وأبو خاري قصة كان نبي الله موسى عليه السلام إنه ملك الموت يجيب ويقول النفط عن كذا هذا أبو خاري وحقت الله إنه ملك الموت حدنا والله أعلم إيش هو حدنا يعدي حد الموت كرني حديثنا لو مش شيء لكن هو حدنا موسى ملك الموت يقول موسى نبي موسى عليه السلام ما أنا حرم بعد يا نفسي قادس ودر بحمر ثم رجع إلى ربه ملك الموت وقال يا ربي أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت إلى واحد يقدر تأذون غير دوني وموسى وأنا تقول نفسي قادس وايد البح وحيل فرج إليه الله سبحانه وتعالى كن غ موسى وقل له ضع يديك متن ثور لبضع بابو لبضع صعب دي بدور كسار ثور دي بغير عجل بالي كير دي بغوين الثور بالي دي بغوين دبر كبلارن لبضع قامت صار بالي فإن كل شعر قطة يداك لك من صنع دي بغا دركيس دبرتيس لبضع قامت صارتي تن والبا اما دبر والبا او كميدا وي قعمها قريين سند بس كجريسا نبي موسى ما أنت تقولي بدلني روح الله وحولي ثم ماذا يا ربي معك حقا معك الموت وإيمان دونتا لا محالة لا محيدة من ذلك وإيمان دونتا لكن أنت هزت جريس مرة داما إيمان أيوه إمي كيك قادة بولي سيدا سنبي موسى نفتي الله كيك قادة إلهي نحطو سيئي إن بدن إنا الدرتا معنى كين مصر إن بدن إنا الدرتا معنى ملي حدي آذان عمري أوقف فائدي سن سيدي الله قطرك سادة رادت أيادتك عمري كفا إيدي استي إيغو يريربا يوحترين سيبا وي وملأ الدكره الدنيا على وجه البسيطة سادحي سادنجير بقرن وإمام النووي دوري أفرتنجير بقرن تاج الدين السبكي
أفرتين يفر جرب كده إبراهيم يزيد النخعي سيدو قلوها حتى إمدي وين عمر دير ما يلعين مسلم بن حجاج لو يكون تنجرب كده إمام البخاري البخاري هو البخاري وحقوق الجامعة 7000 حديث ومئتان وخمسة وسبعون حديثا تضبكن يلا ببقل يشري تضبات الحديث بكقري وجامعة كلية 7000 حديث ومئتان وخمسة وسبعون حديثا تضبكن لببقل يشري تضبات الحديث بكقري جامعة وكلية والكتاب ولبوي حيولي ما كتبت حديثا إلا وصليت قبله ركعتين حديث ما قرين هل حديث أحاديثا كمذا حضيت نعضي لبرك عدود بن حديث ككور تكذيب شكرا لله إنه حديث النبي قرية صلى الله عليه وسلم الديون مركب وحي معنى كل هذا مركب وجوه الرياء التقوى من الله هذا تقوى وامح تقوى ذوح على هذا أن تجعل بينك وبين ما تخاف منه وقاية أن تجعل التقوى لغة أن تجعل بينك وبين ما تخاف منه وقاية أذيك إيه واحد كعب سنة يسينا ذو حد حيسيسو وتنقسم إلى قسمين تقوى حسية وتقوى معنوية تقوى حسية تقوى أتكوك تقوى ذو قبشو وين تقبطا وحكوك صوص عضا نقحي يقري يقيد يوعى وين تقبطو تقوى وطا عبسي واسا واحد كوك قبريسا لبنو عمنا غنين تقوى حسية كأنت تتقي بجدار من الرميات ونحوها إن الجدار إسكاك بيكتو لغا حيوحي لغو سطور أيو يسمى هذا التقوى حسية أما التقوى المعنوية أن تأخذ الأوامر لمن له وإن الأمر كقارة عديك وأمرت ذي قوة كاس الرئيس وإن الأمر كقارة تقوى تقوى أمير كاقا منك ملاحظة أن تأخذ معه العمل جنبا إلى جنب وإلا يكون مصيرك ال يعني مصيرك الانكفاف عنه الانكفاف عنه أن تكون بمثابة القرم لأميرك ولا يكون مصيرك الانكفاف عنك وأن يبدل جميع ما كنت فيه بشخص غيرك هذه التقوى لغة أما التقوى استراحا فروع عبارات للعلماء كثيرة أحسنها وأجمعها الله يراك الله فيما نهاك عنه وألا يفقدك فيما أمرك فيه وحال إلى ذا إلهي وإن أركو أرك ميلو كوديري الله يراك الله وإن أنو إلهي كو أرك ميلو كوديري وألا يفقدك فيما أمرك فيه وألا يفقدك فيما أمرك فيه ميلو كو أمرين وإن أنو كاوين تقوى وطا تقوى ذا إيه خوف كوي كالدوين خوف عبسيد والدبيعي حيوان كعرية لكن التقوى لا تكون إلا من كامل عاقل قف تقود وإسئلال قود تقود ما هذا يعني قف كان ضد كايس قبصدان وكايس لايان وكايس دعويان وكايس حران تقل ورن ماي تقود وإسئلال قود إلا إسكا إلالي بنو آدم كإسكا إلالي عدل ساد رادر نبي الله موسى عليه السلام ننك الشلي ننك إسلينيين ما أنت أنا إنك كلا سلينيين هو إيدي إنك القوي المبين بود فضوري باتيمود وقصدي نذوران تاي شرني بس ليزين ما أنت نبى قفقو كلمة التقوى وإسئلال كوتوي وحياة أمرك قف كان نصيبك أديه وكو يرانيه تقوي هذا التقوى تما تمرك مهلية إلال إلهي مهلية إلال أنت إلهي ووحا عقلي التصور الكريم وحن دونيا سادح تسارينا كيوم وضدك على لك عبس ليا يسدي حالة دو نقط وحن كينا يا نبر كيوان نبي الله موسى هو يدي فرعون يعني أفريكا يسقى حكومي إلى شام يسقى حكومي واحد كو قرن إزا نبي الله موسى مدي ينبركو تغي شام وعبسني هدو الدولة السير أحمر لها ولمضو حليم وعبس ليا قال الله تخف نجوت من القوم الظالمين يعني نين مضحوا أذو حوق بضنبوها كدبنا نبي الله موسى هو يدي موسى يوريسط نين فاليا كويل سيد علماء ذو بذيين ملكي كانت كفر إذا وحا كازولين دونا كاكا حين دونا إن قويس كان رئيب بني إسرائيل كدلان دونا كدبنا وحقوان قاطي إن دمر لشقاليه
gabadhii uur yeelata ee reer bani israa'iila laga warhayo maalintay dhasho hadday inan dhashana la iska daayo hadday inan dhashana inanka la gowraco saasaa go'aan lagu qaaday gabadhii marka waa la ilaalinayay inabay dhashay marka reer cabsanaya weeye taqwada midhaheedan kuu sheegay ilaahay wuxuu ku yidhi inankaa jaqsii marka hore caanahaaga dhadhansii kadibna faqdi fihi fi taabuut sanduuq alwaaxoo dildilaac leh ku tuur ku rid ilmahaya faqdi fihi fi lyam badda ku rid haddana sidaa yeel caqligu ma tasawuri karaa ilmo imika la dhalay inta sanduuq alwaaxa lagu rido qorya in haddana badda lagu tuuro oo haddana nolol laga sugayo laleeyahay ha noolaado suurtagal ba caqligu ma keeni karay gabadhi si amarkaa lay qaada sanduuqii bay ku riday baddii bay iskaga tuurtay yaakhudu caduwun lii wa caduwu lak caduwun lii wa caduwu lahu aniga iyo kaad ka ilaalinays kii baa loo geeyey ba fircoon kay ka ilaalinaysa baa loo geeyey eeg kay ka baqays yaa loo geeyey fircoonoo badda xeebteeda maraya yaa arkay waaba inan gabadhu qaba ixtiwaarnoo daaya casaa an yanfacanaa aw nattakidahu waladan war mal inanka yar noo daaya malaa wuu naanfici doonaa ama inan baaba nu ka dhiganayna waaba nuubadlaanahay noo daa waa saxix ay noo daa haddaba dumarkii naaska kiraysanaya xilligaa dumarku markay yirmaayiin naaskooday ku shaqaysanayeen warba dumarkii noogu yeedha waxaramnaa calayhi lmaraadic ilmihii yaraa gabadh kasta oo caanaha iyo naaska soo saarta afku ka laabanaya isaga laftigiisa amar la siiyo la waxba ajaqin waxba ma jaqayo inan yar hooyadii markaa qalbigeedu way walwalaysaa inanay dhashay bay ku tiri hooyo qaarti lugti qustiihi hooya bal sii dabagal kalimatu lqas alrujuuc min aahaarika alawal waa inaad waddadii saakaad ka baxday ka dabal hooya bal orod kadibna inantii meel fog intay istaagtay nadar can junubin meel fog bay ka eeg hadday wax culamadu leeyihin hadday soo jiiri lahay way soo dhex mari lahay way caasha ku soo qaaday wax la odhan lahaa waryaadhe dee qoyskan weeyaan oo gabadh waayo reer bani israa'iil oo inanku waayo reer bani argawraca argawraca meel fog bay ka istaagtay waxaanay tidhi hal adullukum calaa ahli baytin yakfuruunahu lakum wahum qoys wanaagsan iyo gabadh wanaagsan oo caana macaan oo ilmahana idinka idiin ilaaliya ilan anagu shaqo kumaliini idinka idiin ilaaliya baladeer u yeedh hooyadii baa loo yeedhay hooyadii markii loo yeedhay uu jaqay caanaheed gabadhi waxa inankaa noo ilaali imisaa laysugu daray ilmihii inuu badbaado iyadii loo keeno laabteedii lagu soo celiyo fircoonna mushaar looga qoro mushaarkana isagaa bixinaya wataa badbaadada ilaahay ilaahay siduu waxu badbaadinaya wataa midaalka labaad waxa weeye waa cabsidu iyo taqwadu leedahay waxaa sugan ibnu qayim aljawziya kutubtiisa kusoo noqlinaya nin taajir ahaad oo saalix ahaad oo nin cibaadaysta ah taajir ah dadka ugu qiimaha badan waa dadka shaqaysta mar la yidhi mucaawin abi sufyaan radiyallahu canhu dadkiiyaa ugu fadli badan dadkaana aqoonin weeye buu haddaanu madaxnahay yaa man afdalu naas baa lagu yidhi iyo dalaaqa baa laga waday yaa ugu fadli badan dadka waa dadka ana aqooninoon xafiisyada yaday imanin buu yidhi ganacsatadu ka waday baa lii dadka quudkooda cuna oo quudkooda la soo baxa oo xalaal cunkaa oo shaqaysta oon xafiisyada shaxaadin oon madaxda waxba ka sheegin dadka ugu sharafta badan oo dadka khulaasadii taajir bo nin taajir waa dhulkaasuu mari jiray kadibna wax safiir la yidhaha baa jiri jiradoo markaad beled joogto dhulkaa dadkiisa ku dhaafiyo oo dadka xunxun kaa celiyo oo ku kaxaynaya in lacagna waa la siinaya ama dhulkuu yaqaanaa oo toobiyuhu yaqaanaa ama dadkaa aad dhex maraysay isyihi inuu kaa celinaya safiir baa luqada carabiga lagu yidhahda ninkii baa kaxeeyey waddo uu yaqaanay markuu marin lahaa yuu yidhi waddo ka dhow baan aqaan dhulkaana aqaanee tanina mari war waddadanaa raad kii leh waddadanaa saaka la maray oo raad leh inaga duwo waxaad ina marisaa waddadan inoo dah ninku wuxuu waranaa ku wadee toobiyahaan aqaanaa tan soo mar hadday meel tageen buura la marayo ayuu wuxuu tusay lafo banu aadam oo daadsan wuxuu lafaha ma arkaysaa dadkaanaa laayay adiga waddadan waxaan kuu soo mariyay inaan ku dilo waa ku dilay
maxaad ii dilaysaa? Lama shtimka, kuma caayin, walama adlimka, walama akhud xaqaka, waxba kaama siitay, kuma caayin, kuma dilin, xoola kaama wato, maxaad ii dilaysaa? Laa tactadir, ha cudur daaranin, waan ku dilayaa, laakiin doo ikhtar qatlaka, saan kuu dili lahaa dooro, imaa armiika bisahmi, waimaa atcumka birrumxi, waimaa aqtacka biseef, ikhtiyaar baad leedahay dooro. Waxaad doorataa ma kurkan kaa jaraa seefta, ma leebka iyo fallaadhan kugu ganaa, mise warankan kugu mudaa? Dooro, laakiin dil ha ka hadlin. Ninku wuxuu yidhi amaa waqad casamta calaa qatli, haddaad dilkayga go'aansatay oodan ka noqonaynin, falii minka talab waaxid, waxbaan kaa talbanaya. Maa huwa? An tatrukanii xataa asjuda lilaahi ragcatayn, inaad idayso ilaa ilaahay laba ragcadood u tukado. Salli maa jiita, tuko, iska tuko. Wuu tukaday, sujuuddii buu ilaahay ku baryey. Waxyaabaha meelaha ugu qabuulka dhow oo ilaahay aqbalayo haddaan maanic jirin, waxaan ku arkaa dhalinyarta Facebooka. Ducada haddaad akhrisato waa lagu aqbalayaa. Waar aqbalkani ducada ugu jaamicsan haddaad samayso, mawaanic ku hor istaagaysa uu leeyahay. Qofkan la aqbalayaa taqimaye, qofkan la aqbalayaa xalaal ma cunayaa, qofkan la aqbalayaa wuxuu ku ducaysanayaa sax ma tahay, qofkan la aqbalayaa qalbigiisu sidee yahay. Kelimaadkan ha eegin meesha ku qoran oo nebigu yidhi waa la aqbalayaa sallallahu alayhi wasallam. Sifada qofkan eeg, waa ducaysa, sujuuddii buu ku ducaysa. Hadalladu laa waxa ka mid a aman yujiibu almudara idaa dacaa wayakshifu suu. Markuu salaama naqsaday wuxuu arkay suuro banu aadam ruux leh oo malaga oo aada u xoog badan, seef aad mooday in olol ka baxayana haysta. Wuxuu yidhi markaad lahayd aman yujiibu almudara idaa dacaa wayakshifu suu ayaa ilaahay iga soo diray samada afraad, malaa'igtaasaana ka mid ahay. Isla markiiba kurku ka jaray ninka. Ilaalinta ilaahay waa ilaalinta ilaahay. In tansuru llaha yansurkum wayuthabbit aqdaamakum, ina allaha maca aladiina ataqow waladiina hum muxsinuun. Yani ilaalinta rabbi, man caadaa lii waliyan faqad aadantuu bilxarb. Qisada saddexaad waxa weye oo lamid a dadka ilaahay ilaashaday waa taas, waa qiyaamaha ahlu tawxiid. Waxaa dhacday inuu nebigu yihi salawaatullahi wasalaamu calayh, yunaadi llaahu rajula min ummati muxammadin wannaasu fii carafaati alqiyaamati sukaara. Nin ummadda nebi muxamed ka mid a ayuu ilaahay u yeedhayaa iyada oo dadku qiyaamaha wareersan yihiin, yaa fulaan abna fulaan hebel hebelow tacaala litaxdura wasna acmaalika, kaalay joog camalkaaga marka la miisaamaya taagnow. Wayudrabu lmiisaan, miisaankii baa la sii daynaya. Wayaati shaks, waa imaanaya. Fatakuunu sayi'aatuhu tiscatan wa tisciina sijillan kullu sijillin madda albasar, waxay dunuubtiisu noqonaysaa 99 qaybood oo qaybtiiba in ay ili aragta tahay. Acizaay, waxaa la yidhaahdaa ishu markay ay caafimaad qabtay muctadil tahay, xagga sare waxay ka arki kartaa 10 kilomitir haddii sidaa loo gogli lahaa oo saa loo fidin lahaa. 99 lagu dhuftay 10 waa 999 qaybood bay dunuubtiisu noqonaysaa. markaasuu leeyahy ilaahay ku leeyahy dalamtuk, miyaan ku dulmiyey? Laa yaa rabbi, dalamadka katabati ma kuwii wax kaa soo qorayadoo malaa'igtaaba ku dulmiyey? Laa yaa rabbi. Hal tactadir? Laa yaa rabbi. Ma addoomad yaa ku dulmiyey? Maad ka cudur daaranaysaa? Xasanaad kale miyaad haysataa maya? Fabaynamaa yantadiru alcabdu zamaaniyata litusalsilahu ilaa jahannam yaquulu llaahu lahu laakina laka cindana amaana, annaga amaana ku hayna. Fayukriju bitaaqatan fiiha laa ilaaha ila allah, wuxuu soo saarayaa bitaaqo oo warqadahan yaryar wax ku qoran yihiin ay ku yaala kelimada tawxiidka laa ilaha ila allah. Fayadacuhaa fii kafati alxasana fatudiiru sijilaatu kulluhaa fi lhawaa, markaasuu kafadii xasanaadka dhigayaa, markaasee waxaa la wixii dunuubahaa kor aadaya. Hal waxaan doonayaa waqfatun jamiila calaa qadiyatin jaliila, tawxiidka kaasi keenan maye maanta, inuu marna tawxiidka ku dhawaaqo marna nebi muxamed caayo sallallahu alayhi wa sallam. Sayid qudbi wuxuu yidhi asbaxat kalimatu llaahi ila allah
كلمة تقال في اليوم عدة مرات لا علاقة له مع الواقع. كلمة ليس كجيرة سيدا مهما هذا ليس كجيرة هذا أن علاقة بشرك الله لاي وحضر كزمان ده دادك قال ده إنه يقول إيه السلام عليكم السلام عليكم نمبر فيسر هون جامعاتك وده شغيني يا مركو يقصر بحور الجنة السلام عليكم أنا وحنا وعليكم السلام وما الله وأنا وضع سفري ما نريد ما وضع سفري يتوبين وضع سفري وعرق يسوى وطا قبان عن منظر كيدو بروح بضني مركز ما قروح بضني مركز يريبوت كاري سواتك يا وحن كو يري يساقي وارك ورمال حجاب تيدوت مرفع عنو قريس سوحاس كاقي ما سوير ديساس كور رالت يعني ماني مسلمة دهين سوير ماي ما أدوكونا ميهي مسلم وصدق السلام عليكم تيقوا هاي مركز كيسو ديشو سيد السلام عليكم تيقوا هاي وحن السلام عليكم واسك السلام دي هوريو وكل وفهمسي وفهمسي هاي ما غيرني سا يعني todo kale todo kale iskaamisa wayo dhaqan kiba babaay saadaradid bu nabi kulee salaatu allah salaam sayati ala nasi zaman la yabqa min al islam illa ismu min riwayat ali ibn abi talib imam ibn bayhaqi fi shi'ab al iman wa iman tuna sanad an islamiyada ka harin illa magciisa mooyee wala min al qur'ani illa razmuhu masajid soo galado imam masajid aw masajid aniga u baahday inuu saaxdo gurigiisa xasuusan maayo marka barkin laga reebo هذا هل كاسي حتى عاوة باهي كو قبر ميزي فراش كاكي مركب بركين لقره وحيمانا يسند آنا إسلام لماذا كهرين إلا مقعي زمو ياري بل لنك ما انت قال إنوي ما دمحين ودي دينا إلا واحد أدوه الصمين يسو قف أمد دي دي كرتد لا تنع عن خلقين وتأتيه مثله إنا كاك أدو قيل يا قيل المورن كرتد حد ديك لوان كاك خايبك لغن داي دي واحد أدوه كهر داد أني يدي دي كرتد الله قيل لي وسجار كعبة يا أبى هقيل وسجار عبى هذا بس قيل لي سو قيل لي أبى سو قيل لي سو ما قيلس أنا ما قيل لي سو سجار معه نو أنا عبى نو عبى هذيك لو أنت وذيك هذاك تاي واحد إلما هذا هكاد كان برجيسة كاد هو مسكح ديسة مسكح ديسة واحد كذا عن كارتا لكن كذا جي الصلوب كذا يات كذا عن كارتا إلما مركز كوكو تعطرية لكن الله قيل لي وسجار كعبة يا وبلاي باصا هذا ترى ور وضل امر مري ما يهوستو كايغي سياتي على الناس زبان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا من القران الا رسمه مساجد يومئذ عامره وهي خاربه من الهدى صحابه النبي محمد يا علماء المسلمين تا وحي الاعمش 40 سنه ما رايت الا قف الامام افرتن سنود قداد كامام كون باي موقدي حاجه دغنت أفرتن صندوق مساجد كان كتو كذي صف كوران كتو كذي سعيم سعيم على 50 سنة ما نودي اللي صلاتي إلا وأنا في المسجد ما أنتنا ما نلو الجمعة دويت مساجدنا لو جه خطبين يجون هوست فدي بركو خطيب خطبة بالله والله ده كيف أن تريون لي ورويدي كي شافعية هاي أفرتن ما لسردين يده قالوا أفرتن كيف فديان ده كيف فدي واحد نقدين سقالية طبعاً روح سغاليه طبعا روح من النقدين مركي دمو يصوبت انا مودي ان حبال قصوب بحبين مركز يسوب حسين مركز ان خديب في كويري واربل الواحد يشا مساجد اخرى حتى يعني مساجد هو يراي ما ادو خطبه اسكديس برنا مساجد بو خنو مصايب كو حكمه مركي ان عباده يراتو عباده عمل علمي كو هدو عمل وايو قف كو هدو اسقو علمي له عمل وايو وا شيطان لكردبي الله وحا يا مجرو ابليس وا عالم فاسده إبليس وعالم فاسدة حدو عالمك علمي وحدو عالمك عمل وايو عمل إيساقا كليتا سادرات ديد بي يهودو كحنطا نصارى ويتعذان ربك اللي يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يصوم من سوء العذاب وكا كريستانكو ميلو البيسكتاكن قف يهودي وين نحمري عالم كنحمري مجرو ويعقوب الربي باهيستا سبب كوام حي عصوا ربهم مع علم ربي قد بي عاسيين يقو علمي لي سادة رادد بصفيان ابن عيينة وحيولي كل من فسد من علمائنا ففيه شبه لليهود وكل من فسد من عبادنا ففيه شبه للنصارى حتى در توقف عاما أوفس هذي كريستان كويقي هاي حتى در توقف علماء أوفس هذينا يهود أيوكي أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله حق حمده
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبرئ صاحبها عن النيران وتوجب له الخلود في الجنان. أعزائي كلا بدبادة ذكينا يا وحكا ماذا الاستغفار. استغفار كلمة الاستغفار مشتقة أصلا من المغفرة. كلمة استغفار أصل كيدو حكيم كوفيدة كوفيدة وحلوغة قصد على بشي. القصد الأول السطر بالرأس ماذا حين أسطرته لما في الرأس من العيوب كالصلع والشيب ونحوها. لذلك الشيوخ في القطاية أكثر من الشبان. سادة رادت بي أضياج كوفيات بدين أو إن مضي أضياج وكوفيات بدن أضياج لأن عيوب الرأس أكثر في الشيوخ باعتبار من الشبان. مركا استغفار توا أسطر ربي وي إنو إلهي إلا الدنوب توا عيب إنو إلهي كو أسطره وعيب تادا أسطره وحمان تخاطافه وذن وجه كيسا كفة ذي حوابين. استغفار تميدوا مدة طلباتنا وحوي وحلوغة قصتا إلال وقاية الرأس إما من الحر وإما من القر. إنو إلهي مضحكا إنات مضحكا إلا شطو كوفي يدا أما كله لما قبو أما وحكو العلا. استغفار توا وحوي وإلال ربي سادة ردد بحرمنا بالنالبيني. قف استغفار إلهي كما إلهاميو استغفار إلهي قف كما إلهاميو استغفار شر للدونية. هذا درت قف استغفار إلهي سيئي أو إلهي استغفار سنية قف كاسي وقف إلهي خير للربو خير للربو لأن عذاب ميمادو مصيبة كما دعوه مشاكل ما هاليلو قف إلهي استغفار سنية وإنو شخص مسلم كي إلهي استغفار سنية. ثانية أريد أن الدنيا كلا وحق ماذا التواضع قف كان إنو 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 قلبي يسوء جاهدو يعني قفكو مرك إلهي وقول له يا وحليه ومرك السجود سيئي لأن السجود وحالة أن لسينكر إلا إلهي مويان مهما كبرت يعني درجة الشخص إن السجود طلق وتقط ما هو ذكرت سيدا درادت بي سجود إن إلهي غير كلون لحيو أيه خطر بضانت وحليه شيخي إني أبو بكر الباقلاني وعلماء الأصول قال القاضي هذين هذا نساق قدعه أيام وحقلي مناظرة أما الضوط علميات يكريستا كاللي قلي أردتنا وحايا يتحلق زمن كيسي قرن الرابع أيام نين كريستا كاوي نين أميركي مسلمين تكويلي نين على الضوضو ومسلمين تا وديناها دينها كلا الضوضو إيه صدر فاندوني مركزو أبو بكر الباقلاني قدر مركو كسي دوا أيام لغوي يلي nin kan waa nin waa bob ama waa qays ama waxan diimahooda odayaasha waa looma gali karo laakiin in yar baad u sujuudi wax yar saaw yar dhe kaadu si socoto saaw yar dhe markaas uu anagu sujuudi ilaahay baan oo gala cid kale may markaas lagu yiri warni odayga baa lagu yiri warniki muslimiintu soo dirsadeeri in ku sujuudo uu diini hadu markay isagoo taagan u galana kuwa kale u soo galaya ku dayeen baa leeyo lama ogola waadu saas ay ugu wada galaya waa dadba sayayla wuxuu meel yar dhisa meel yar sida uu gooda hal dhiso oo gaaban akt hortayda ka dhisa wuxuu ku qasbay inuu foorsado foorkaas inuu sujuud ka dhigayna uu yar foorsanay meeshii wey degdeg u dhisay Abu Bakr al-Baghlani arinti uu fahmay dabadabo uu galay dabadabo dibdib uu galay dibdib ayuu galay muslimiintu waa waxyaaba kale la doonay waxa weeye at-taharruzu at-taharruz taharruz إن لقي لسكيل على من المعاصي معصيته هذي قفت شو قف كذا يدشى قف كاستعمش وكدم بابو كيهان وباه هذا هذو قف كبين بدي هاي مصيبة وهر كاسك كذا عيسى مركو هالك قصة بحال اللي من كيبا إنه بدل شيء كذا فايزك إنه بدل اللي يعني مش وكدم بابو كيهان وباه هذا أركتو قف كيو كبر إسلويري حنونه هوس عريان لقو في ذا ليكر إيو نقرس إيو ويا ضياش نقري وريا أور الباب غير حلا هوس بلو عريني حتى ذر توقف عادي استا إنه حرام كنو وبتكع كحوم هذا وبتكع كحوم هذا حدو عادي استو إنه دمر كك عيارة تافر تاجورز تافر تاجورز ذو جوجش كحوم هذا مركض ب إسكاب ولا صلب تير بقول إنت ورضاك يمكن الحياة موجزين ما يولا يسقى بني لوني مركض تاسو قدامينا يا
sida uu u dambaabo yuu u dulloobayaa. Shayga ugu caafimaad badan jidhka waa cibaadada. Waxaa jira sheekheeni Abu Taahir At-Tabari Maxamed ibn Tayyib At-Tabari ayaa doon bay ka degayeen. Marka doontaasi acizaayi doomaha dad inagu dad manihin dadka webiyadee, marka laashashka yaree lagu gudbo haddii la fogeeyo oo loo dhaweeyo gidaarka dhoobadaa ku dhegaysa, marka waa in biyahayn kara lagaga dultagaa. Habkan dekaduhu u dhisan yihiin waagii hore may jirin. Kadibna ama qurquur yar baa lagaga gurayaa dadka, ama geedaha la dhisayaa lasii dulmaraya, ama ninkii boodi kara wuu booday. Sheekhii isagoo 103 sano jira, 103 sano isagoo jira ayuu doontii ka booday. Markaasuu ku dhacay meel aanay dhallinyartu gaadhi karayn. Markaasaa lala yaabay, wuxuu yidhi acdaa'un xafidnaaha fi sigari faxafidaha allaahu lana cinda alkibar, waa xubno aan ilaashannay, xaaraan ka ilaashannay markaanu yaryarayn, markaan waaweynaanayna ilaahay baa noo ilaaliyay. Aalumacaa sida aad arkaysaa, isagoo 100 jiruus ku dhex daadanaya kasuu 100 cudur sheeganaya. Culimada muslimiinta waxay kala saaraan alcilaaj washifaa. Cilaajku waxa weeye inaad ku tacalluqdo mawaad, maado inaad samaysato, dawo inaad samaysato cudurkii u muqaawamaysa, ama shifaa fiya min allah, wa inaad xagga inaad seexato adoo basta ah ood aroortii kacdadoon dhegtu ku xanuunaynin, xagga alla lagaa caafiyo wayn, xagga alla lagaa caafiyo. Sidaa daraaddeed ayaa waxaa la doonayaa shaqsigaa muslimka ah oo abaha hogaamiyaha raad buu ubadka ku leeyahay, raad buu naftiisa ku leeyahay, cibaadadu raad bay leedahay, ilaahay addoommadiisa waa wanaagsan, amraada xun waa ka ilaaliyaa. Nabiguna waa ka ducaysanaya salawaatullahi wasalam, allahuma inii acuudubka min albarasi waljunuuni waljunaami wamin sayi lasqaam. Sidaa daraaddeed acizaayi, waxaan kelimadayda odhanayaa ma garan karno goormay nagu dhici doontaa musiibatulmowt, ma garan karno goormay na asiibi doontaa musiibatulmowt, ma garan karayno. Hebel baa shalay kula fadhiyey saaku dhintay, hebel baa xalay wada carruudeen saaka la aasaya, ninkii hebel ahaabaa ka warrama saaka masaaka ma imaane bal ka warrama faarij baa ku dhuftado walaal inay fartu dhaqaaqay. Calaamaadka saacadda kamid inay mashaakil ku farabataan dadka cibaadada la'bay, yacni qofka aan cibaadada lahayn sifada ehlu jannaha, qofku markuu ehlu jannaya sifada lagu garta waxaa kamid ah inuu adduunka mashaakilkiisa ilaahay ka qabto. Dadka yacni murugta iyo mashaakilaadka badan iyo dhibaatooyinka faraha badan iyo waa sifaadka ehlu naarka kamid yihi. Wuxuu yidhi ibnu qayim aljawziya, haddaad aragta cadowaagii inay ay kugu noqdeen oo ay kugu didanayaan oo dadka lagugu imtixaamay oo dadka lagugu soo jeediyay, haddaad aragto faclam anna xaafidaka acrada canka, allihii ku ilaalinayay baa kaasii jeedsaday buui. Haddaad aragta makhluuqii oo ay kugu noqday, dadkii oo lagugu imtixaamay, ummaddii oo ku badbaadin lah, dadkii oo hilbahaaga cunaya, haddaad aragto allihii ku ilaalinayay baa kaasii jeedsaday. Allah ku nacay acrada canka, u noqo ilaahay haymanadiisa iyo xifdigiisa aad gashid oo ha kaa qabto cadowgaaga. Waxaa dhacday Cusmaan ibn Cafaan ayuu ninku yidhi laa tafaraqana laka, aan kuu gacan banaanaado oo hadal carabtu iska tiraahdo iyadoon mashquul ahayn bay markay ruux aan wajaba yidhaahdaan mar aan kuu gacan banaanaado. Wuxuu yidhi idan tushqalka canna allah nagaga kaafilaan buu yidhi, ninkii maba soo gaadhina waa dhintay baa leeyahay. In ducadaada la aqbalo, ducadaada la aqbalo, ilaahay ku ilaaliyo, ku magangeliyo, sharka kaa qabto, mashaakilaadka kaa difaaco, waa sifa alla leeyahay uu siinaya addoommadiisa ku xidhan buu siinaya. Ama qofka kan waxaa kaloo kamid a qofkani sida uu ruuxani yacni yahay uu dhaqmayo, mar haddii la qabto ka kici maayo. Hooya hooyada ani xalima ciise hooyaday ayaa niman habroodaag ahayn oo dadkan naftooda dulmiyada oo cibaadada xuna bay igu tidhi hooya xaashi baa buka. Hadalkaa markay ii tidhi waan anu qalbiga kaydh ka kici maayo isku meel lamaanaan joogin. Yacni sunnada ilaahay bay kamid tahay qofkaa faajirkaa inkastaba ha la sii daaye, mar haddii la qabto gogashaa dib uga soo kici maayo. In allaha la yumni dhaalim xataa idaa akhadoo lam yaftiruu, kaa muminkii uu liicliiciyo saasuu liicliiciyo shalay duray baa ay qabtado maanta muxuu ahaa kaariyoonana maayne kan aynu ka cabsoonay kaariyoona ay qabtado ku kala ay hayo mar buu iska soo kacaya. Ama dhaalimka mar haddii la qabto bas aga ku istaagi maayo.
وحيالها وحن كجبت بعد ذكرنا إن الإله ينقنا الله صلى وسلم على البشير النذير محمد وعلى آله اللهم صل على محمد وعلى